السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التطبيق اسمه كود ديزاين، وده حلو جدا للناس اللي عندها ايباد وعايز يرسم مباني معمارية. فالتولز دي هتسهل عليه كتير قوي، فانت بتشغل بيم على الايباد بسهولة جدا، تقدر ترسم مباني بالشكل دوت، تقدر ترسم حاجات مختلفة. الميزة ان هو مخصص للشغل العمارة، فبترسم حاجات كويسة جدا. زي ما انت شايف فيه تصاميم كتير جدا معمولة بيه، وكلها على مستوى عالي جدا من الجودة والاتقان. تقدر تدخل على اب ستور وتحمله، وهو برنامج فري، فتقدر تعمل تصاميم كويسة جدا من خلاله، وأتمنى يعجبكم إن شاء الله.